المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار معكم فيها صلاح الدين حسين، والبدء بالعناوين. ورشة عمل صحية في القاشبركة. تشيد سد في ضاحية كركاشا في مديرية بارونتو. مدرسة حقات الزراعية تخرج دفعة من طلابها. وزراء مجموعة العشرين يتعهدون بالسعي لإصلاح التجارة العالمية. النيتو يبدأ مناورات ضخمة في البلطيق. والمدن الأكثر تلوثا تضر بوظائف القلب والرئتين. أهلا بكم مشاهدينا. عقدت ورشة عمل في بارونتو يوم 8 يونيو الجاري للدفع بأنشطة التوعية الصحية. وأوضح المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إدارة إقليم القاشبركة سيد فرانكو كوبابا في الورشة أن مختلف المؤسسات تنشط في التوعية الصحية، ويتطلب العمل المنسق من الجهات المشاركة لإنجاح الأنشطة الجارية. وقدم مسؤول التوعية والمعلومات في مكتب وزارة الصحة بالإقليم السيد سلطان حقوس توضيحا حول أنشطة التوعية التي يتوجب القيام بها لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، مؤكدا بأن المكتب سيعمل لخلق أرضية للتنسيق لتقوية برنامج تعليم الزمالة الذي تقوم به الجهات الحكومية والاتحادات الوطنية. وقدمت في الورشة معلومات مفصلة عن أنشطة تعليم الزمالة في المجال الصحي لوزارتي العمل والضمان الاجتماعي والتعليم واتحادات الشباب والمرأة والعمال. وقدم المشاركون في الورشة آراء مساعدة لتقوية البرنامج. وذكر مدير مكتب وزارة الصحة في إقليم القاشبركة الدكتور حيلوم كداني في الكلمة التي ألقاها، ذكر بتوخي الحذر من الأمراض التي تظهر في موسم الأمطار، موضحا الدفع بتعليم الزمالة الذي يعتبر من الوسائل الفاعلة في مكافحة الأمراض. في إطار المساعي الجارية لتوفير خدمات مياه الشرب في مناطق كركاشا وتيكي نابا وأغومو، يقوم سكان بأعمال فاعلة من أجل إكمال السد الذي تشرف على بنائه وزارة الزراعة. وأوضح مسؤول السدود والقنوات التحويلية في مديرية بارونتو سيد جورجا وردي أن السد يسع لتخزين أكثر من 84 ألف متر مكعب من المياه، ويقوم سكان منذ أبريل الماضي بنفير في شكل مجموعات عمل لإسراع عملية البناء. من جهته قال مدير مديرية بارونتو سيد أوروليو جاكومينو أن العمل يجري استمرارا للمساعي الجارية في مختلف مناطق المديرية من أجل توفير خدمات المياه، موضحا بأن السكان يقومون بنفير شعبي يومين في الأسبوع. وأكد السكان بدورهم على مواصلة العمل حتى اكتمال المشروع، مدركين أهمية البرنامج لحل أشكالية مياه الشرب وكذلك تعزيز إسهاماتهم في البرامج التنموية القادمة. استشهد المناضل النقيب زرع مريم والدآ في 9 يونيو الجاري عن عمر بلغ 76 عاما. والتحق المناضل النقيب زرع مريم والدآ في العام 1974 بصفوف قوات التحرير الشعبية، حيث عمل قبل الاستغلال في الجبهات الأمامية وبعد الاستغلال في مركز التدريب العسكري لقوات الدفاع الإريترية، وهو مناضل خدم شعبه ووطنه بوفاء وإخلاص. والمناضل زرع مريم والدآ هو رب أسرة وأب لثلاثة مواليد. وجرت مراسم دفن جثمانه عصر اليوم 10 يونيو في مقبرة الشهداء بالعاصمة أسمراء. ويعرب مركز التدريب العسكري لقوات الدفاع الإريترية عن بالغ حزنه باستشهاد المناضل النقيب زرع مريم والدآب، ويقدم أحر التعازي لأسرته ورفاقه وزملائه. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. وفي الشأن العالمي، اتفق وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في ختام اجتماعهم حول التجارة والاقتصاد الرقمي باليابان على بيان مشترك يتعهدون فيه بالسعي نحو إصلاح شامل لمنظمة التجارة العالمية. وأشار البيان إلى أن دول مجموعة العشرين ستعمل بشكل بناء مع الأعضاء الآخرين في منظمة التجارة العالمية لإجراء الإصلاح الضروري للمنظمة بشكل ملح. واجتمع وزراء المالية والاقتصاد والتجارة
التجارة ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين في اليابان لمدة يومين، تمهيدا لقمة رؤساء دول مجموعة العشرين التي تعقد في اليابان للمرة الأولى بمدينة أوساكا يومي 28 و29 من يونيو الجاري. أكدت صحيفة يابانية إلى أن البيان المشترك لوزراء دول مجموعة العشرين يأتي مع استمرار تصاعد وتيرة النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة، والذي من شأنه التأثير على النمو الاقتصادي العالمي حسب ما توقعت عدة منظمات عالمية. ورغم ذلك لم يتضمن البيان أي تعهد بشأن مكافحة السياسات الحمائية، والتي كانت حتى العام الماضي موقفا جماعيا قائما منذ وقت طويل لدول مجموعة العشرين. بدأت في حوض بحر البلطيق المناورات البحرية السنوية 47 بمشاركة سفن من 18 دولة من أعضاء الناتو وشركائه، وتستمر المناورات حتى يوم 21 من يونيو الجاري، وتشارك فيها حوالي 50 سفينة وقواصة و40 طائرة حربية ومروحية، وكذلك أكثر من 8000 عسكري. وقالت المتحدثة باسم الحلف أوانا لونغيسكو بأن المناورات ليست موجهة ضد أحد، وأن الوضع الأمني في المنطقة تدهور بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم. أكد مصدر مطلع لوكالة انترفاكس انطلاق أول 10 سفن حربية بالفعل من مدينة كيل الألمانية، حيث تتمركز مجموعة الناتو. أفادت دراسة بأن وظائف القلب والرئتين قد تتدهور بسرعة إذا زار شخص يتمتع بصحة جيدة مدينة بها مستويات عالية من تلوث الهواء مقارنة بموطنه. وذكر الباحثون في دراستهم أن على المسافرين الذين يعانون على وجه الخصوص من مشكلات في الجهاز التنفسي أو أمراض القلب التخطيط لحماية أنفسهم في الأماكن الأكثر تلوثا. وشملت الدراسة 34 مسافرا من الأصحاء البالغين غير المدخنين الذين يعيشون في منطقة مدينة نيويورك ويعتزمون السفر إلى مدن كبرى خارج الولايات المتحدة. ووافق المشاركون على قياس وظائف القلب والأوعية الدموية والرئة قبل وأثناء السفر وبعد عودتهم من رحلاتهم. وأضاف الباحثون أن عدد المسافرين حول العالم يتجاوز 1.2 مليار شخص سنويا، وأن كثيرين منهم يتوجهون إلى مدن كبرى يعيش بها ما يربو على 10 ملايين شخص، وربما يجدون أنفسهم في مناطق بها مستويات عالية من تلوث الهواء. تردد صوت احتكاك عجلات بلاستيكية صغيرة بالأرض في شارع بمدينة هانبو، حيث استضافت المدينة اليابانية الصغيرة التي تقع على بعد نحو 60 كيلومترا شمالي طوكيو سباق الجائزة الكبرى لكراسي المكاتب بالبلاد. وأقيم هذا السباق لأول مرة قبل 10 أعوام، واستلهم مؤسسه فكرته من سباقات فورمولا 1 وسباق لومان للتحمل، وتنافس 55 فريقا على الفوز بسباق كراسي المكاتب من خلال دفع الكراسي للخلف أرجلهم على مضمار يبلغ طوله 200 متر، وضم كل فريق 3 أعضاء. وساط البعض من على الكراسي أحيانا وأصيبوا بجراح امتزج فيها الدم بالعرق ولكن بلا دموع. وفاز بهذه الجولة فريق كيسوجا وأونيو الذي تكبد عناء السفر لساعات من كيوتو خصيصا مع كراسيهم للمشاركة في السباق الذي فازوا به أيضا العام الماضي. وإلى جانب الاحتفاظ باللقب، حصل أعضاء الفريق الفائز على جائزة ثقيلة الوزن هي عبارة عن 90 كيلوغراما من الأرز المحلي، والتي كان من صعب على المتسابقين حملها بقدر صعوبة إنهاء السباق نفسه. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم. إلى اللقاء.